احتضنت بروكسل معرضها السنوي سيفود منذ أمس ثلاثاء، والذي سيختتم فعاليته يوم الخميس. فرغم الأحداث المؤسفة التي عصفت بالعاصمة البلجيكية، يبقى للحدث أهميته الاقتصادية، خصوصا بعد عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم. وقد أجمع ممثلو أغلب الدول المشاركة في معرض المنتجات البحرية سيفود أن الرواق المغربي تمكن من إبراز مكتسبات صناعات الصيد البحري المغربية، إذ تم تكريس موقع المغرب في مختلف الأسواق الدولية كرائد في هذا المجال لاحترامه لمعايير الجودة والمنافسة. كما تمكن الرواق المغربي من التميز والتألق كأفضل فضاء للعرض، خاصة من ناحية التنظيم الذي سهرت عليه مؤسسة ماروك إكسبو، إذ شهد إقبالا مكثفا طيلة أيام العرض. والذي ميز أيضا هذا العرض تنوع المؤسسات المغربية المشاركة. كل سنة وسبقنا شاركنا سنوات كثيرة الحمد لله، كنجيو هنايا باش نتعرفوا على زبناء جدد من جهة، ومن ناحية أخرى باش كنستافدوا من التقدم اللي كيحصل في هذا الميدان بالنسبة للشركات اللي هي بطبيعة الحال أكبر منا وعندها إمكانيات أكثر منا وعندها تجربة أكثر منا، ولا إن كتبقى مشاركة إيجابية لأن كنحلوا عينينا على شنو كيدور في السوق. المعارض هادو مهمين، يشارك فيهم المغرب ديما وديما كيكون حاضر باش كيبقى ديما التواصل مع الزبناء مع لي كليون في العالم كاملو، والصوره ديال البلاد ديما راه معروفه في هذا المجال ديال الصيد البحري والمنتوجات البحريه، وهي فرصه سنويه كل عام كنجيو لهنا لبروكسل باش كما قلت لك كنحيو داك الكونتاكت مع لي كليون، كنشوفو دي كليون جداد زبائن جداد ونعرفهم بالمنتوجات ديال البلاد ديالنا. هو كما كتعرفوا هذا المعرض هذا هو من اهم المعارض فيما يخص المجال والسوق ديال السمك، والشركه ديال المشاركه ديال الشركه ديالنا هي بالنسبه لي هذه المشاركه مهمه بزاف، لانها كتدخل في الاستراتيجي ديال المينيستير د لاغريكولتور و د لابيش ماريتيم، وحنا المشاركه ديالنا اليوم المشاركه ديالنا كتدخل في اطار استراتيجي ماركتينغ باش نعرفوا المنتوجات ديالنا. كما كتشوفوا حنايا حنا اوني دي برودكتور دو كونسيرف دو ساردين اي دو ماكرو، اي لا اون ا نو اوسي لو لا برودكسيون دو ليكسبورتاسيون دو كونجلي بواسون كونجلي ساردين ماكرو دونك تو سكي اي بيلاجيك. والملاحظ من خلال صورنا الإقبال المكثف على المنتجات المغربية من قبل زبناء العالم ككل، خاصة كندا، آسيا والاتحاد الأوروبي.